بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبائي تلامذتي للمستوى الرابع ابتدائي، أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم سنقوم بأنشطة داعمة لدرس الأعداد العشرية، التمرين 1 و3 على الصفحة 95. إذا أدعوكم لأخذ كتابكم المدرسي وتتبع الشرح الذي سأشرح لكم للتمرينين، ثم تقفون الفيديو وتنجزون التمارين بمفردكم، بعد ذلك تعيدون تشغيله وتصحيح الأخطاء إن ارتكبتم أي خطأ. أولا، أحيط الأعداد الأصغر من العدد داخل البطاقة. إذا لدينا 4 بطاقات عليها أعداد عشرية، سنقوم بإحاطة الأعداد أو عدد من بين أعداد 3 المقترحة لكل بطاقة، ويجب أن يكون هذا العدد أصغر من العدد الموجود داخل البطاقة. إذا هنا سنقوم بالمقارنة، ولمقارنة الأعداد العشرية أولا نقارن الجزء الصحيح الطبيعي، أي العدد المكتوب قبل الفاصلة. إن كان هناك تساوي في الجزء الصحيح، نمر إلى مقارنة الجزء العشري، أي العدد المكتوب بعد الفاصلة. يتكون على الجزء العشري العدد المكتوب بعد الفاصلة من رقم الأعشار هنا، أول رقم بعد الفاصلة، ورقم أجزاء المئة. إذا نقارن رقم الأعشار، إن كان هناك تساوي نمر إلى مقارنة رقم أجزاء المئة. نمر الآن إلى التمرين 3. أقارن الأعداد العشرية بوضع الرمز المناسب بنفس الطريقة التي شرحت عن المقارنة في التمرين 1. تقارنون هنا بين العددين بدءا من اليسار، وتكتبون الرمز المناسب أصغر أكبر أو تساوي. إذا أتمنى أن تبدأوا بإنجاز التمرين بتوقيف الفيديو وإنجاز التمرينين، وبعد ذلك تمرون للتصحيح. إذا سأبدأ التصحيح. لدينا في البطاقة العدد 9.14 و3 أعداد مقترحة. إذا لاحظوا أن الجزء الصحيح الطبيعي لكل هذه الأعداد العشرية هي 9، للأعداد العشرية 3 المقترحة هي 9. إذا نمر الآن لمقارنة الجزء، وأيضا هنا لدينا 9. إذا سنمر الآن لمقارنة الجزء العشري، أي 14. في العدد الأول لدي الجزء العشري هو 2، العدد الثاني الجزء العشري هو 14، والعدد الثالث الجزء العشري هو 13. إذا لاحظوا أن رقم الأعشار هنا 1، 9.2 رقم أعشارها 2، 9.14 1، و 9.13 رقم أعشارها هو 1. إذا سوف نقوم بإقصاء العدد 9.2 لأن رقم أعشاره أكبر من 1. نمر الآن إلى رقم أجزاء المئة. لدينا هنا 4 ولدينا هنا 3. إذا أصغر جزء، أصغر رقم في أجزاء المئة هو 3. العدد الأصغر من 9.14 هو العدد 9.13. بنفس الطريقة نمر لمقارنة 15.26 بالأعداد المقترحة. لدينا نفس الجزء الصحيح هو 15، بينما في رقم الأعشار أصغر رقم الأعشار هنا هو 1. إذا سنحيط العدد 15.19 لأن رقم أعشاره 1 أصغر من 2، بينما هنا 3 أكبر من 2، وهنا 2 تساوي 2، بينما رقم أجزاء المئة 7 أصغر من 6. العدد الموالي 372.01، نفس الجزء الصحيح للأعداد العشرية 3 المقترحة. نمر إلى رقم الأعشار، لدينا هنا 0 وهنا 1، في العدد الأول 1، في العدد الثاني 1، ولاحظوا هنا في الثالث لا يوجد رقم أعشار. إذا سنحيط هذا العدد
372، لأن يمكنني أن أكتب على شكل 372 فاصلة صفر، أي رقم أجزاء الأعشار عفوا هو صفر، وبالتالي فهو أصغر عدد من بين الأعداد المقترحة. نمر الآن إلى آخر بطاقة 7.1. الجزء الصحيح الطبيعي هو العدد 7، إذن 7 × 7 × 7 × 3 المقترح. نمر لمقارنة رقم الأجزاء الأعشار عفوا. لدي هنا في البطاقة رقم الأعشار 1، في العدد الأول 0، إذن 0 أصغر من 1، أحيط هذا العدد، إذن العدد 7.01 أصغر من 7.1. هنا لدي 1، بينما في أجزاء المئة لدي 2، وهنا في العدد الموجود داخل البطاقة 7.1 أو 7.10، إذا هذا العدد أكبر من العدد الموجود في البطاقة. في الأخير، آخر عدد هو 7، 7 أصغر من 7.1، لأني أستطيع كتابته على شكل 7.0، وصفر في رقم الأعشار هو أصغر من 1. وبالتالي نكون قد قمنا بتصحيح التمرين رقم 1. أتمنى أن تكونوا فهمتم طريقة المقارنة. قلت نقارن الجزء الصحيح الطبيعي، إن كان هناك تساوي أمر إلى الجزء العشري أبدأ من رقم الأعشار، إن كان هناك تساوي أمر إلى رقم أجزاء المئة. الآن نمر إلى التمرين الثالث، أقارن الأعداد العشرية بوضع الرمز المناسب. إذا العدد الأول على اليسار هو 356.8، أقارنه ب 356.18، نفس الجزء الصحيح، هناك تساوي، بينما رقم الأعشار هنا 8 وهنا 1، إذا الجواب 356.8 أكبر من 356.18. هنا لدي 75.48 و76.1. 75 كجزء صحيح أكبر من 6 أصغر عفوا من 76، إذن الرمز هو أصغر. لدي هنا 1، أقارنه بالعدد 0.11، الجزء الصحيح هو 1، وهنا الجزء الصحيح هو 0، 1 أكبر من 0.11. 421.09، أقارنها بالعدد 421.1، نفس الجزء الصحيح، بينما الأعشار رقم الأعشار هنا 0 ورقم الأعشار هنا 1، إذن العدد 421.09 أصغر من 421.1. 2.01، أقارنها بالعدد 1.99، الجزء الصحيح للعدد الأول 2 أكبر من الجزء الصحيح للعدد الثاني الذي هو 1، إذا 2.01 أكبر من 1.99. وبالتالي أنهينا تصحيح التمرين 1 و3 للصفحة 95. أتمنى أن تكونوا قد تمكنتم من الإنجاز. أترككم في رعاية الله، وإلى اللقاء حتى الحصة المقبلة.